بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الرحمن لتوريد وتجارة معدات مزارع الدواجن، بنجدد لحضراتكم التحية، وطبعا مستمرين مع حضراتكم في سلسلة الشرحات. هنبدأ مع حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين مع سقيات الاوتوماتيك التحضين، وطبعا إجابة لبعض الأسئلة اللي انطرحت لينا في الفترة اللي فاتت، وبعض الأخطاء اللي كانوا يعني العملاء كانوا بيعملوها. طبعا احنا معاكم في الفيديو دوت عشان نوضح لكم التركيب السليم للسقيات الاوتوماتيك التحضين من الالف للياء. تمام، اولا زي ما حضراتكم شايفين ده المكونات اللي بتكون معاها، اللي بتكون مع السقيات. تمام، زي ما حضراتكم شايفين ده المشترك الثلاثي، تمام، وده كده الغطاء بتاع العوامل، دول كده بيركبوا مع بعض، وده كده معانا الغطاء الخارجي. طيب هنبدأ أول حاجة بالغطاء الخارجي دوت، وأول خطأ بيحصل إن بيكون في هنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين في زي تريش بسيط كده. تمام، التريش البسيط ده لازم بيتفتح مثلا بإبرة خيط أو كده، في بعض العملاء فتحوها بمسمار، فطبعا ده خطأ. تمام، احنا هنفتحها مع حضراتكم دلوقتي وهنعمل تجربة فعلية للتركيب في الآخر، بحيث ان تبقى الامور كلها واضحة مع حضراتكم. طبعا شايفين مع حضراتكم اهو ابرة الخيط، وهاجي على الثقب الداخلي ده موسعه بالابرة بحيث ان يمرر معاه الابرة فقط. ماشي، طيب اعرض لحضراتكم بقى اللي كان عاملها بمسمار. طبعا ده الثقب بتاع المسمار، تمام، يعني ده خطأ لقيناه من حد عرضوا لنا ده كده. ايه ده؟ ثقب المسمار. شوفوا احنا مش عاوزين الوسع ده خالص، يعني احنا لما جينا نتكلم قلنا ان الساقيه ديت بتشتغل ضغط منخفض. تمام، فبالنسبه للكلام دوت العوامه هيوصل لها ضغط عالي. ده كده اول خطأ احنا ايه بنعالجه لحضراتكم او بنصححه لحضراتكم. هنبتدي بقى مع حضراتكم نركب الاجزاء واحده واحده ونعرف طريقه توصيلها. ده كده اللي العوامة وطبقها، تمام، يعني ده الطبق وده الغطاء الخارجي، هنركبها. تمام، بأسهل ما يمكن اهو كده ركبت، يعني هو الواضح معانا كمان ان الخامة بيور، ده كده بيور اهي. تمام، فأنا بركبها اهو بمنتهى السلاسة. ماشي، وبعد كده بروح جايب العوامة هبتدي اركب مع حضراتكم الجلدة. تمام، ده الجلدة اللي هي بتكتم المية. تمام، ده كده ركب تاني، دي كده تركيبها الصحيح. ماشي، بعد كده هنيجي على الطبق الرئيسي او الطبق الكبير، واروح جايب غطا من الغطا الخارجي ده بعد ما وسعنا طبعا الفتحة اللي احنا اشرنا لحضراتكم فيها. تمام، وبروح مركب بالشكل ده كده، اخلي المجرى لجوه، مجرى العوامه. تمام، اخليه لجوه كده، تم تركيبها بالشكل الصحيح. تمام، العوامه في مجراها اهو، تمام، وكل حاجه تمام معانا. ماشي، بعد كده هنبتدي نعمل وصلات. تمام، معانا طبعا الخرطوم بتاعنا، وبعد كده هنعمل الوصلات اللي بتبقى واصله ما بين المشترك وما بين الساقيات. على افتراض مثلا ان احنا معانا اتنين اهو، هنركب التالتة برضو مع حضراتكم عشان ايه اللي يسري على اتنين يسري على خط كامل. تمام كده ركبناها اهي، ركبنا وصلة الخرطوم برضو. تمام، احكم بس ايه، اعمل احكام للغلق، هي بيكون لها مجرى لازم احكم الغلق فيها. تمام، وهنركب التالتة مع بعض، هنركبها مع بعض كده العوامة، وهنجيب الجلدة مع حضراتكم. تمام، ونروح مركبينها برضو زي ما احنا اشرنا قبل كده. يبقى احنا بنركب مع بعض التلاتة عشان يبقوا الكل التلات مسائي يبقى على خط واحد، واللي يسري على التلاتة زي ما قلت لحضراتكم هيسري على بقية الخط. لو عشرين، التركيب بيكون صعب معانا علشان
تكون محكمة الغلي معاك. تمام، كده في مجراها. تمام، نتأكد بس انها متقفلة. تمام، طيب احنا مثلا في فكرة ممكن نعملها اتبسط علينا، ان احنا مثلا ما نجيبش الافيز اللي هو الهندسية دوت ونعمل له ايه، نعمل له فكرة الماسورة والكلام ده. لا، هو في فكرة بسيطة هنا. الفكرة البسيطة ملخصها ان انا بروح جايب جردل زي ما حضراتكم شايفين كده، جردل. تمام، الجردل الكبير او صغير انا بروح جايب بنطة 9 واروح خرم الخرم اللي ايه مشار لحضراتكم ده. تمام، وبجيب جلدة بتاعت النبل. تمام، واروح مركب المشترك عليه، بس طبعا التركيب لازم يكون محكم. تمام كده، ايه احنا ركبنا واصبح الامر معنا باحكام. تمام، طيب عايز اغلق الحتة ديت، بروح انا مثلا مسيحها ببلعة ولا كده، موضوع بسيط يعني. تمام، انما انا اعمل فكرة طبعا عشان مش هسيح دلوقتي، يعني هعمل فكرة بسيطة جدا. اروح انا جايب ايه، اروح عامل زي نظام خطين. تمام، اروح انا عامل كده موصل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام، واروح عامل كده مركب الوصلة التانية، واروح موصلهم على خط واحد. معلش يعني ايه تحيرة، بس كده احنا بنبدأها عشان تبقى الامور واضحة مع حضراتكم. تمام، عشان يطلع لنا في الاخر ترج واحد. ماشي كده اهو. تمام، بعد كده بروح جايب المشتركات، بعد المشترك الاولاني، وبروح مركبه في الخرطوم او الوصلة الصغيرة اللي احنا عملناها. كده الثلاث مسايا همت جاهزين معانا على ان احنا نوصل. تمام، يبقى انا هروح واخد من الفرع الرئيسي اروح مركب الخرطوم فيه. تمام، واروح مثلا رفعه ايه على مستوى معين، وبعد كده اخد الاول سقاية على المقدار اللي انا عاوزه بقى، ما هي لفة الخرطوم بتكون معانا 50 متر. تمام، بنروح مركبين اول سقاية، بعد كده بروح واخد من الطرف الثاني وصله كمان، واروح موصل الوصلة الثانية. وعلى اعتبار مثلا دي اخر مسقة، فهروح شايل منها الوصلة دي واروح موصل منها الخرطوم مباشر، قطع وصلة كمان. طبعا احنا تركين الموضوع لحرية المستخدم، بيعمل على الاطوال اللي هو عاوزها. واروح جايب على اخر ايه، اخر مسأة، واروح عامل ايه، مركب فيها الخرطوم. تمام، اصبح كده معانا خطة زي ما حضراتكم شايفين، اول مسأة بينزل عليها المية تملى، بعد كده تروح قافلة عاملة في السقاية التانية، وبعد كده في الاخر. تمام، هنملى الجردل المية وهنرجع لحضراتكم. تمام، احنا كده ملينا الجردل اهو. اول حاجة هيبتدي معانا المسة الاولانية تملى مية، اهي الامر واضح معانا، السقاية الاولانية بتملى اهي عند لما توصل عند مستوى معين، هتروح فاصلة ومكملة للتانية. الأمر واضح مع الكل أهو، علشان ما يحصلش أخطاء في أثناء التركيب، لأن الأسئلة اتكررت في الموضوع ده كتير. كده يعتبر الموضوع أوضح شوية. تمام، يعني احنا تاركين الفيديو اهو عشان يبقى الامور معانا واحدة، يعني برضو التانية اهو، التانية هيبتدي بقى المليان فيها
هكذا. ساقية ناجحة جدا لينا بعيد عن الخرافات اللي طالعة عليها. الساقية ديت حصل انها اتقلدت من شركة معينة، تمام، وطلع سمعة وحشة عليها. احنا طبعا الامور معانا اهي بمصداقية تامة، ساقية محترمة جدا، في بس شوية ارشادات لازم نتبع ليه. هو فايدة معانا الافيز انه بيحصل ايه، ان احنا بنقفل المية، في تحكم في المية، بس طبعا عشان بس نبسط الامور للناس احنا بنعرضها لحضراتكم من غير الافيز. هو بيكون لكل كرتونة افيز، تمام. الافيز دوت بيعمل على ايه، على تحكم المية، ويبقى خارج الـ الخراطيم، ويبقى زي ما حضراتكم شايفين كده لاكور صغير. ده كده بتنهي عملية المليان الأولانية، كده أنهت بالفعل، تمام. الأمور معانا طيبة كده. الجردل ما فيه مية أهو، تمام. التوزيع بيكون توزيع متساوي ما بين السقاية والتانية. احنا حابين ان احنا نعمل فيديو، اي نعم هو مطول، بس علشان تبقى الأمور واضحة للجميع. بنشكر حضراتكم، أي استفسار اتركه في التعليقات.